مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم في استوديو الشارع. رمضان شهر التكافل والرحمات، ده الحقيقه عنوان حلقتنا النهارده، لكن هذا العنوان يجب ان يكون عنوان لحياتنا كلها. صحيح في شهر رمضان لازم نكثر من التكافل ولازم نكثر من الصدقات، لكن كمان لازم طوال العام نكثر من التكافل وطوال العام نكثر من الصدقات. أذكركم ونفسي فيما تبقى من هذا الشهر الكريم في الصدقات، بالتأكيد جبر الخاطر وأيضا الإكثار من الصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أيام رمضان لازم نستغلها، لأن خلاص أيام معدودة وانتهي هذا الشهر الكريم، لكن الحقيقة هو احنا مش لازم نستغل في هذا الشهر الأيام بس ولا الساعة بس، احنا لازم نستغل في هذا الشهر كل ثانية في شهر رمضان، لأنه احنا مش عارفين ربنا هيكرمنا وهنصل إلى رمضان القادم ولا لا. اللهم بلغنا رمضان عاما بعد عام، لكن استغلوا كل ثانية في رمضان، كل ثانية في طاعة ربنا، في الصلاة، في قراءة القرآن، في الصدقات. استغل كل ثانية في رمضان واجعل هذا الشهر الكريم طاقة، طاقة نور لباقي حياتك. هنتكلم النهاردة عن التكافل، وهنتكلم كمان عن الرحمات، وهنتكلم عن جبر الخاطر بعد الفاصل. استوديو الشارع هيفضل شعاره دايما دايما مصر تنطلق، ونفضل دايما في استوديو الشارع، نبض الشارع المصري. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم. استغلوا كل ثانيه في رمضان، خلاص ايام وينقضي هذا الشهر الكريم. استغلوا كل ثانيه في طاعه المولى عز وجل. زوروا قرايبكم، صلوا الارحام، اجبروا الخاطر، صلوا على الحبيب المصطفى. دكتور شاهين الطوخي من علماء الازهر الشريف، شرفنا ونورنا. مرحب بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين جميعا. سعداء دايما بوجود حضرتك معانا. كل لحظه وحضراتكم جميعا في خير يا رب. شيخنا الفاضل الشيخ معوض مشرفنا ومنورنا. الله يكرمك يا باشا. والحقيقه تحياتنا لكل اهالي بني سويف. وكل الفشن، الشيخ معوض الفشن مشرفنا ومنورنا. نبتدي الحلقه بابتهال من حضرتك. رمضان وعاد بهالة الرضوان والنور هلا على بني الإنسان. رمضان عاد بهالة الرضوان والنور هلا على بني الإنسان. الناس فيه ملائك في طهرها وتسابق في البر والإحسان. الناس فيه ملائك في طهرها وتسابق في البر والإحسان. عف اللسان
عن البذاءة والآذى وعن المحارم غضت العينان. الله يفتح عليك يا شيخ معوض. دكتور شاهين، الشهر الكريم هو شهر التكافل وشهر الرحمات. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال: حدثوا الناس بما يعقلون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ بقول الحديث ده ليه؟ علشان نحاول نضع بعد الكلام النظري وكلام علمائنا الأفاضل في ملف التكافل الاجتماعي برنامج عملي. يعني برنامج عملي؟ يعني الناس الآن في هذا العصر تحتاج إلى اللي يوجهها، يعني أعمل تكافل إزاي مع زملائي مثلا في الشغل، أعمل تكافل إزاي مع بيتي، خيركم خيركم لأهله، أعمل تكافل إزاي في الشارع لقرايبي، للمحيطين. مش لازم يبقى عمل رسمي، مش لازم يبقى عمل يعني نظري خلال جماعات جمعيات ممكن يعني والملف ده لو نظرنا في القرآن الكريم والسنة سنجد أنه ملف ليس له حدود، يعني متنوع، تسمى زكاة، تسمى صدقات الفريضة، يعني تسمى انفاق من خير، تسمى كل معروف صدقة زي ما قلنا قبل كده. يعني ايه كل معروف؟ يعني اي حاجة الانسان بيعملها حلوة صدقة. وبالتالي الباب مفتوح ولازم نشجع الناس. يعني المسألة اللي هتثار هذه الايام او اثيرت كل عام، مسألة نطلع قيمة ولا نطلع مال؟ طلع اي حاجة، طلع الاثنين، المهم تطلع. المهم تطلع. هنا برضو عايز اسأل حضرتك سؤال، والحقيقة كان الصحابة كانوا تجار نوايا مع الملك. يا سلام. يعني هل ان انا اقدر اطلع الفلوس بكذا نية؟ نية الزكاة ونية الصدقة، نية التكافل، اقدر اعمل ده؟ الأصل في الأشياء الإباحة، وطالما ما فيش دليل بيقيد يبقى إذن مفتوحة على الإطلاق، يعني غير مخصصة. يجوز أن تطلق أكثر من نية في عمل طالما أنها موجودة في القرآن والسنة بنوايا مختلفة. طب أنا ليه مش حامل نوايا؟ يعني مثلا طلعت صدقة وطلعتها لقريبي مثلا، ده تكافل. طب ده تكافل، وفي نفس الوقت نية الصدقة طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت طاعة الرسول. طب لو هو طلعت له برضو زكاة الفطر برضو بنفس النية؟ طالما فقير، طالما مسكين، طالما محتاج يطلع، طبعا هو القريب ده هو أولى كمان بنيتين. نية ان انا انفقت او طلعت فرض ربنا او اطعت الله سبحانه وتعالى ورسوله وللقريب كمان. فانا كده هو خدت نيتين ثلاثة في الموضوع، يعني فيجوز طبعا. طيب دكتور شاهين، لو انا رحت ازور قريب لي بنية التكافل، ان انا عايز اخلي دايما في بيني وبينه علاقة كويسة، وانه انا عارف انه محتاج، فانا يعني مش عايز اقول هديله، بس يعني اهدي من باب الهدي، هينفع تبقى اخد وانا بهديه نية الصدقة ونية الزكاة؟ هي الزكاة، لأن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام. نطلعها بس في السؤال ده، لأن هي يعني مقيدة بأنواع ومقيدة بشروط. أما كل معروف صدقة أو الصدقة أو الإنفاق من خير أو التطوع أو النفس يجوز فيها. بل وحضرتك بتتكلم يعني ذكرتني بحاجة مهمة. التكافل الاجتماعي ده إيه؟ ده المسمى أو الباب الكبير للمواضيع دي. لكن داخله ايه بقى؟ داخله مسميات كثيرة جدا ونوايا كثيرة جدا وافعال كثيرة جدا تحت التكافل الاجتماعي. يعني مردود نفسي، حتى عندنا في علم النفس من اكثر الاشياء اللي بتكسبك ود بينك وبين اخيك الهدايا. طب الهدايا دي ايه؟ انا بيني وبين نفسي. النبي عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. حتى علم النفس يقول لك التقارب ما بين الناس بالعطايا. يعني كلها مسميات مختلفة لكن تؤدي إلى معنى واحد. يعني تبقى عطايا، إنفاق، صدقات، نفل، تطوع، تكافل اجتماعي، كل دي مسميات زي ما قلت في بداية الحلقة. أهم شيء
ان الثقافه دي تسود ومن ايدهاش تحت مسميات تحت لازم ابقى اديها لجمعيه. طبعا كل الشكر للجمعيات واللي بتقوم بيه، بيت الزكاه تحت اشراف فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر، كل الجمعيات يعني كل الجمعيات، اي مكان رسمي او غير رسمي فردي جماعي، المهم ايه؟ المهم يبقى فيه تكافل اجتماعي، هي دي القضيه الاساسيه. طب مش هقدر اعدي دي، حضرتك قلت المهم يبقى فيه رحمه، تمام، ازاي نرحم بعض بقى في هذه الايام المباركه؟ والله الرحمه يعني اهم تجلياتها العفو. يعني العفو يعني بطريقتنا البلدي ما نمسكش البعض على الواحده، ما بلاش اللي هي الحجج العقليه اللي اتبرمجنا عليها، اصل انا صايم فانا صايم اعمل ايه؟ يعني ايه بقى؟ ابهدل الدنيا بقى. انا صايم معلش انا ما استحملتك، لان بالعكس ده الصيام بيعلمنا الصبر، ده الصيام بنقول في دورات علم النفس، ده الصيام ده من اهم وافضل واعلى واولى البرامج النفسيه اللي تؤهلك طول السنه. يعني لو عايز انت تبطل حاجه او تعمل حاجه او تكتسب صفات، وجا وقت رمضان يا بختك بما انك مسلم والبيئه اللي حواليك، البيئة المحيطة هتساعدك كمان، يعني مش هتعملها لوحدك، لا، اللي حواليك والبيئة والطاقة والنورانيات والحاجات الجميلة دي هتساعدك انك تبطل عادات، انك تكفل، انك يبقى عندك اخاء، انك تصبر، انك تعفو، انك ترحم. البيئة والجو والمناخ مهيئ لذلك. شيخ معوض، يعني عايزين النهاردة نستمتع بابتهالات حضرتك. شهر يفيض الله فيه على الورى، خيرا كثيرا غير ما هو آتي، شهر يفيض الله فيه على الورى، خيرا كثيرا غير ما هو آت، تمحى ذنوب العبد فيه بتوبة وكأنه قد عاد من عرفات، تمحى ذنوب العبد فيه بتوبة، تمحى ذنوب العبد فيه بتوبة وكأنه قد عاد من عرفات، من من خصال الخير قدم خصلة كتبت له سبعين في الحسنات. الله يفتح عليك يا شيخ معوض. دكتور شاهين، لو حد من أقربائي زعلان مني أو أنا زعلان منه، لو حد منهم بيعملني وحش، أنا مطلوب إن أنا خلال هذه الأيام المباركة إن أنا أروح له وأسلم عليه وأكلمه وأقول له كل سنة وأنت طيب وأصلح اللي بيني وبينه؟ وخيرهم من يبدأ بالسلام، المتشاحنين أو المتخاصمين. كنا بنقول من شوية مراعاة النص القرآني وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه للبيئة المحيطة، لسه قايلينها من شوية. يعني البيئة المحيطة؟ يعني الزمان والمكان والحالة والشخص. بمعنى ايه برضو؟ يعني دي احلى ايام تقدر تتغافل فيها، من افضل الايام فرصة تصالح اخوك او قريبك فيها، الجو زي ما قلنا مهيأ. تأكيدا لموضوع المراعاة الزمانية او المراعاة المكانية لشرع الله سبحانه وتعالى، زكاة الفطر فرضت امتى؟ يوم 29 من رمضان.
الزكاة قيل أنها فرضت في أواخر رمضان، ده معناه إيه؟ معناه الله سبحانه وتعالى يبدأ التكليف في زمن أو مكان يستطيع الإنسان أن يطبق فيه شرع الله، زي ما حضرتك كده عايز تقول إن دي أيام زي ما بنقول أيام مفترجة، أيام لو أنا ضغطت على الشخص أو دخلت أصالح ما بين اتنين هيسمعوني، ما هو الإطار لو استنيتهم في صلاة التراويح بعد صلاة التراويح، استغلت عزمتهم على الفطار عندي، استغلت الجو العام ده لحاجات كتير قوي والله شفناها في الواقع بتتحسن وبتتغير، فدي فرصة ذهبية يعني. دكتور شاهين، لو لسه لغاية دلوقتي في قرايب ما راحوش لبعض، ما تسامحوش مع بعض، ممكن لو أنا طرف ثالث أقوم بالدور ده وثوابي هيبقى كبير في هذه الأيام المباركة؟ ثواب عظيم وثواب متضاعف، والعبادة فيه يعني من أفضل العبادات في باقي السنة زي ما قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فبالتالي الذي يمشي في حاجات الناس، وما أعظم هذه الحاجة أن يكون الناس بينهم ود وبينهم تراحم وبينهم من صفات الشهر، يعني اتخاذ من صفات الشهر ان احنا نستغل الموضوع ده وله ثواب عظيم، وزي ما قلت تاني استغلال الحدث نفسه لإزالة تغييرات في النفس، إزالة الشوائب من النفس، إزالة الشوائب من القلوب، إزالة الشوائب من العلاقات الشخصية، استغلال أمثل. بادروا أيها السادة، بادروا في هذه الأيام ونلحق، بالمناسبة ولسه بدري، لو فضل ثانية في شهر رمضان تقدر تلحق وربنا سبحانه وتعالى يكتب لك صفحة جديدة. دكتور شاهين، أقدر أن أنا أفطر ناس من قرايبي بنية إطعام صائم؟ طبعا طبعا، ده انت كده جمعت ما بين نيتين، نية ان انت كثبت صلة الرحمة وصلت الأرحام، صلت الأرحام وفي نفس الوقت أطعمت. بس طبعا في ناس يعني لا تحسن التعبير، ممكن تقول لهم الكلام ده لا يجوز ولا يصح ان انا بطعمك، وده والشيخ شاهين قال والاستاذ محمد العلوي قال كده في حلقه ان انت كده بتطعمه. لا، احنا بنقول المعلومه، لكن لما حضرتك تيجي تعملها بينك وبين الله اوعى تحسس الضيف اللي عندك او قريبك ان انت بتطعمه، ولا تقول له، ولا ان انت اوعى تحسسه بكده حتى يقبل الله سبحانه وتعالى عملك. لازم تعمله بجبر خاطر، لازم تعمله بطريقه شيك زي ما بنقول كده، بطريقه ما يحسش بيها، بعزمه، بهديه، كلمه بعزمك او بهديك ما بفيهاش اي حساسيه، انت انوي بقى بينك وبين الله اللي انت عايزه، لكن لا، خلي بالكم ما تطلعش حد حتى الفقراء او المساكين او اخواتنا دول على راسنا، اوعى نحسسهم في يوم ان هم قليلين او محتاجين. التكافل بس يبقى في هذا الشهر الكريم ولا لازم يكون موجود معانا طوال العام؟ 365 يوم في السنه، واللي جرب في رمضان وجعلها عادة ودورة تدريبية هيعتاد. ودايما أهالينا وأولياء الله الصالحين كانوا بيقولون اللي متعود بيطلع وهو معاه جنيه هيطلع وهو معاه مليار. ليه؟ لأن العبادة تكتسب الأول بالعادة. اللي داء جمال وحلاوة الصدقات والتكافل وجبر الخواطر والحاجات الجميلة دي ما يسلهاش أبدا زي ما بيقولوا أهالينا كده، يعني ما يبطلهاش. فبالتالي ايه؟ استغلال رمضان والايام اللي احنا فيها دي كدوره تدريبيه لطوال العام. جبر الخواطر مهم في هذا طبعاً. الشهر الكريم الصدقات والتكافل جبر الخواطر، برضو جبر الخواطر ده البيت الكبير قوي لكل عمل معروف بتعمله ايا كان اسمه ايه، يعني التكافل الاجتماعي جبر خواطر، بس جبر الخواطر ده الاثر النفسي اللي بيترتب على فعل بتفعله معايا مثلا، يعني معروف، كلمه طيبه، صدقه، انفاق. عشان كده هو من اعظم العبادات يا دكتور، لان هو شامل. الله ينور على سعادتك، هو شامل كل اعمال الخير. ليه؟ هيترتب عليها ما يسمى بجبر الخواطر. اقدر اجبر بخاطر قرايبي ازاي في هذا الشهر الكريم؟ التزاور، العزومات الجميله طبعا مع مراعاه التباعد الاجتماعي، الكلام الكويس، التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن لم تستطيع إنك تزورهم والأفضل إنك تزورهم، يحصل فيه استغلال، وده بيحصل بشكل عملي بالمناسبة. البيئة المحيطة مساعدة إن الناس تزور بعضها وترحم بعضها وتحب بعضها.
دكتور شاهين، الحلقة جريت بسرعة في 30 ثانية. روشتة للتكافل والرحمة خلال هذا الشهر الكريم. كل معروف صدق، اللي يقدر على حاجة خير تجبر الخاطر تعمل تكافل اجتماعي يعملها. يعني الباب مفتوح وغير مقيد ما عدا في بس أمر الزكاة، فبالتالي المساعدات، التغافل، التراحم، الصدقات، الكلام الكويس، الاتصال، الاطمئنان، المغفرة لبعض، كل ده هيؤدي إلى تكافل اجتماعي وأثر نفسي، وهو جبر الخواطر اللي هي من أعظم العبادات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من جابري الخواطر. دكتور شاهين الطوخي من علماء الأزهر الشريف، شرفتنا ونورتنا. أنا الشرف لي والله. أهلا بحضرتك. مشاهدينا الكرام، هنختم حلقتنا بابتهال من الشيخ معوض الفشن، بس قبل ما نستمع إلى ابتهال الشيخ معوض هقول لحضراتكم أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى خلال هذه الأيام، أكثروا من الصدقات، أكثروا من جبر الخاطر. ربنا رب يجبر بخاطركم دايما. الشيخ معوض، كل سنة وحضرتك طيب. وهنختم مع ابتهال مع حضرتك. شهر عظيم القدر بين رفاقه ومبارك الغدوات والروحات، شهر عظيم القدر بين رفاقه ومبارك الغدوات والروحات، أيام طهور وليلة قدره فاقت ليالي العمر في النفحات، أيام طهر أيام طهر وليلة قدره فاقت ليالي العمر في النفحات، فاقت ليالي العمر في النفحات، أيامه طهر وليلة قدره فاقت ليالي العمر في النفحات، والله في القرآن بين فضلها، فالألف شهر دونها درجات.